يا أم أحمد، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ابن الأخت يا دكتورة دي حملت وهي بترضع، فهنعمل إيه يعني؟ طيب أنا سمعت سؤالك، هقوله للدكتور، أعتقد هي ما سمعتوش. شكرا لحضرتك. عملت حاضر، أنا هشرحه لها. بنتها حملت وهي بترضع، مفيش مشكلة خالص. إيه الإجراءات يعني الاحترازية اللي كان الأول موقف. هقول لك، كان الأول بيبقى فيه مشكلة ونقول لا ده كده صعب، يا تحملي يا ترضعي. إنما مؤخرا الأبحاث الأخيرة إن الأم الحامل تقدر ترضع لحد ما تولد، لحد ما تولد وترضع الاثنين كمان مع بعض. كل القصة إن أنت، إحنا كنا بنتكلم إن الأم عندها احتياجات تغذوية أعلى، الأم طبعا. الحامل. طب تخيلي الأم الحامل اللي عندها احتياجات تغذية عالية والمرضع اللي عندها احتياجات تغذية عالية، لما تبقى حامل ومرضع في نفس الوقت لازم محتاجة تهتم بتغذيتها جدا. ده رقم واحد، وده مش هينفع لوحدها، مش هينفع أبدا لوحدها. لازم دكتور يتابع معاها، لازم تروح لدكتور وتعرفه الحالة اللي هي فيها. أنا دلوقتي حامل وابني بيرضع، ابني عنده الشهر، أنا حامل في الشهر الكام وابني عنده كام شهر. الدكتورة هيمشيها على نظام غذائي تقدر إن هي وهي حامل ترضع ابنها لحد ما تولد وترضع الاثنين مع بعض. ده ما فيش منه اي مشكله خالص. يبقى هو في الاول وفي الاخر المفتاح هو التغذيه. المفتاح هو التغذيه، ان انا اخد احتياجاتي كامله عشان ما اقصرش على الجنين اللي في بطني، ما اقصرش على البيبي اللي على دراعي اللي لسه بيرضع. مظبوط، معاكي حق.